جد لكم التحية. رئيس الحكومة المهدي جمع في زيارته لفرنسا المفهوم اللي اعطاه سي محمد بوعتور للإرهاب، هو قال إرهاب هي ظاهرة تمس بلدان العالم الكل. طبعا هذه الزيارة فيها جوانب اقتصادية دبلوماسية سياسية، نتابعوا قراءة لهذه الزيارة بعد مواصلين إن شاء الله حديثنا حول موضوع الإرهاب. تفضل. بعد زيارته إلى دول الخليج وإلى الولايات المتحدة، أدى يوم أمس رئيس الحكومة مهدي جمعة صحبة عدد من أعضاء الحكومة ووفد من رجال الأعمال التونسيين زيارة إلى فرنسا امتدت على مدى يومين بدعوة من الوزير الأول الفرنسي مانويل فالس، زيارة تضمن برنامجها عددا من اللقاءات الهامة التي جمعت رئيس الحكومة بوزير الشؤون الخارجية والتنمية الدولية الفرنسي لوران فابيوس وبمانويل فالس بقصر ماتينيولن. وقد مثل اللقاء فرصة بين خلالها مهدي جمعة العلاقات الحيوية التي تجمع فرنسا بتونس، حيث وصف رئيس الحكومة اللقاء الذي جمعه بنظيره الفرنسي بالودي والبناء، مؤكدا على وجود تصميم من كلا الطرفين على مزيد دعم الروابط المشتركة. من جهته أفاد الوزير الأول الفرنسي أنه تم التطرق إلى مجموعة من المسائل الاقتصادية إلى جانب قطاع السياحة والبرامج في المجال الأمني، معلنا أن التعاون الثنائي سيتدعم في كل المجالات. هذا وقد ألقى يوم أمس جمعة محاضرة بجامعة باريس المتخصصة في تحليل وفهم المسائل المتعلقة بالتنمية في القارة الإفريقية، محاضرة دعا من خلالها الكفاءات ورجال الأعمال التونسيين إلى الاستثمار في تونس والمساهمة في الاكتتاب الوطني المقرر إطلاقه خلال شهر جوان القادم لتجاوز الفترة الصعبة التي تمر بها البلاد، مشددا على أن تونس تراهن على أبنائها من رجال الأعمال المقيمين في فرنسا كي يساهموا في القرض الوطني. وفي حوار له أجراه مع إذاعة أوروبا واحد بباريس، تحدث جمعة فيه عن آفاق زيارته إلى فرنسا وعن الوضع الاقتصادي في تونس بعد الثورة، مبينا أن دوره اليوم هو إقناع المستثمرين الفرنسيين بأن الوجهة التونسية استعادت بريقها وأصبحت مستعدة لإعادة توجيه هذه الطاقة إلى العمل والبناء والتنظيم. وتأتي زيارة مهدي جمعة إلى فرنسا في إطار حشد الدعم الاقتصادي والسياسي من الدول الأوروبية، خاصة وأن فرنسا الشريك الأول لتونس. بداية تكون معك سي نعمان، هات نشوف هالخلطة هذه متاع أنه يحكي على الإرهاب مع اقتصاد مع سياسة، كيفاش ريتها خلال زيارة متاع يومين 28-29 أفريل؟ بارك الله فيك. فقط سامحني مع التذكير، وانه بعض الملاحظين قالوا انه الزياره دي خفيفه، ما ماهيش ثقيله من ناحيه ممكن ابرام اتفاقيات حتى عسكريه، دونك ما صارتش فيها حاجه كبيره. قبل كل شيء نحب نلاحظ حاجه، كونه فما مره اخرى نقله نوعيه كبيره ما بين السياسه الخارجيه اللي توا تتخذها الحكومه هذه اللي مشى للجزائر ثم المغرب ثم الخليج، وكان مشى لفرنسا وبعد مشى لامريكا ومشى، واللي تقطع مع اللي تتجنب المحاور وسياسه الاصطفاف في النزاعات الاقليميه اللي هي تشجع وتغذي الإرهاب، كما صار في اللي عملناه مع سوريا في سياسة رئيس الدولة والترويكا مع سوريا في أول الانطلاق الكريز اللي في سوريا. هذا دونك قاعدين ماشيين في الطريق صحيح، هذه الحاجة الأولى. نحب نذكر الحاجة الثانية اللي فما حاجة هامة ممكن ما حكيتوش عليها برشا، اللي هي هو التعاون في المحور التعاون في البحث العلمي اللي صار، وفي الخطرة هي مشكلتنا في تونس اللي صار في عهد بن علي التقهقر الكبير هو تقهقر التعليم، وتو يلزمنا نعاود باش نبنيو جيل جديد، يلزمنا البحث العلمي والتعليم هذاك أهم جدا، كما صار خلال زيارة أمريكا صحيح، كما صار. وهذايا ممكن الناس ما تشوفوش بالنوع الثقيل في المردود المالي الحالي، لكن هو هام جدا في المردود الجيلي لتونس، خاطر يلزمنا نبنيه جيل جديد. ونحب نوري اللي توا سي نعمان معاك سمحني، ولكن زاد اليوم حشنا برشا حاجات ونشوف المنهجيه هذه المنهجيه العلميه كيفاش الكفاءات تجيبها للسياسيين نتاع تونس، لكن ما ينجم ينجح كان ما يكونوا السياسيين التوانسه يكملوا يساندوه. دونك المزج بين الكفاءه
والعمل السياسي راه هام، وندعيو اكثر للكفاءات التونسيه باش تعاود تدخل للعمل السياسي خاطر هذا هام جدا. توا نرجعوا للمردود الاقتصادي. الحاجه الباهيه اللي شفناها في امريكا ولا في فرنسا، ما مشاش يتسول، ما مشاش للسعوديه وقال لهم اعطونا عاونونا رانا، لا مشى كبارتنير، مشى كدوله راسها مرفوع وقال ها واش مش نعملوا. اجاو انفستيو معنا. كان الخليجيين قالوا له مستعدين باش نعطيك فلوس، باش يقول لهم لا. اي اما مشيش تسول، لا لا فما فرق، لا 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 فما فرق كبير، فما فرق كبير بين ماشي انا مش نطيح اجا اعطيني فلوس، وبين انا عندي فيزيون، انا عندي مش نبني دوله والدوله هذاك اقتصادها هاي لا فيزيون نتاعها، اجا نخدموا مع بعضنا باش انت تربح وانا نربح. راهو فرق كبير برشا بين الطريقه والمردوديه زاده، ما نساوش كونه المردوديه كساسوا من امريكا ولا تو فرنسا مازلنا ما نعرفوش، هامه جدا حتى اقتصاديه. معز نحكيو شويه اقتصاد، كونفرنس دو بريس ميكس للزوز رؤساء تقريب رئيس الحكومه التونسي مهدي جمع وفرانسوا اولاند، العنوان الكبير نتاعها سندعم تونس حتى تنجح اقتصاديا. نقرا لك ممكن اهم ما جاء فيه على لسان الرئيس الفرنسي، يقول فما مؤتمر نتاع حول الاستثمار باش يقع تنظيمه في تونس لتشجيع تونس اقتصاديا، ولكن كذلك دعم المشاريع التنمويه لاعاده تونس على سكه النمو المستديم وهذا ما تحتاجه. ريالمون معناها معز كان تبعت مليح الفيزيت هذه، نستناو انه لي غوتومبي ايكونوميك نتاعها باش تكون كبيره والا لا؟ تقال كلام برشا كبير على انه عندنا برشا امتيازات اقتصاديه خذيناها من الامريكان وتو ما ريناش حاجه كبيره، كيفاش توصف لنا الصوره؟ واضح ياسين، هو راهو معناتها قبل الزياره هذه علاقتنا مع فرنسا هي علاقه استراتيجيه ومتينه، وعلاقه مبنيه على قواعد صحيحه معناتها فما تاريخيا وجغرافيا ومعناتها واقتصاديا وحتى في مجال العلوم في مجال البحث العلمي، معناتها عندنا علاقات كبيره ياسر. به فرنسا نذكر الحليف الاول والمزود الاول نتاع تونس، معناتها علاقه استراتيجيه عميقه. اللي صار في المده الفارطه انه ما كانتش فما علاقات معناتها كيما يلزم، وكانوا فما بعض حتى المشاكل اللي صاروا مع وزراء الخارجيه السابقين في حكومه الترويكا، مع رئيس الجمهوريه بيدو سي المنصف المرزوقي اللي ما احسنش تعامل مع بلاد كيما فرنسا اللي هي بلاد عندها قيمه بالنسبه لنا نحن. وزياره هذه نتاع سي مهدي جمعه تدخل ضمن معناتها رينا استراتيجيه نتاع دبلوماسيه نشيطه ولات موجوده ودبلوماسيه اقتصادية. فما بعض نقاط نحب نشيروا لهم بعجالة ومهمين. لاحظوا أنه في كل زيارة نتاع سي مهدي جمعة كي مشى لأمريكا ومشى لفرنسا يربط الموضوع الاقتصادي بالموضوع معناتها العلمي والتعليم العالي. زيارات إلى جامعات كبار، في أمريكا مشى لكولومبيا، جامعة كولومبيا جامعة كبيرة ياسر، في فرنسا مشى جامعة دوفين اللي هي من أكبر الجامعات المختصة في الشأن الاقتصادي. ونذكر أنه نائب رئيس جامعة دوفين هو تونسي سي لياس جويني، ويشرفنا أنه تونسي يكون نائب رئيس جامعة كما دوفين. ودوفين أول معناتها جامعة البرة من فرنسا عملتها اون فيليال هي في تونس، على دوفين تونس موجودة اليوم ومعناتها يقرأوا فيها أولادنا، وهذه حاجة باهية. ولذلك الربط وقالها خويا نعمان أنه يربط بين البحث العلمي والتكنولوجيا والاقتصاد، هذه معناتها توجه جديد وأناكس جديد اللي نجموا المنوال التنمية نتاعنا جديد يتبني عليه. خاطر نحن شنو المشكلة نتاعنا في تونس اقتصاديا؟ المشكلة الكبيرة أنه المنوال التنمية اللي كان يخدم به بن علي قبل الثورة وصل معناتها للحدود نتاعو، ما عادش اليوم يخلق لنا في الثروات، ولذلك لازمنا منوال تنميه جديد. المنوال التنميه الجديد قاعدين توا نشوفوا في المعالم نتاعو تترسم عبر معناتها هل العلاقه الوطيده ما بين معناتها التكنولوجيا، ما بين العلم، ما بين البحث العلمي، وما بين معناتها الاقتصاد. نشوفوا مثلا في التركيبه نتاع حكومه سيد مهدي جمعه، سي توفيق جلاسي عنده 5 وزارات في نفس الوقت، التكنولوجيا والبحث العلمي والتعليم العالي، وفي كل زياره عندها طابع اقتصادي تلقى سي توفيق جلاسي مع سي حكيم بن حموده ومع الوزراء المختصين في الشان الاقتصادي. نقطه اخيره، انا حسب رايي الزياره هذه انت قلت شنو باش تجيب لنا، حسب رايي هي زياره طمأنه أكثر منها زيارة متاع جلب استثمارات جدد، خاطر فما مستثمرين في فرنسا فرانسيس في تونس موجودين بكثافة، فما علاقات تجارية كبيرة ياسر، المستثمرين هذوما تقلقوا في المدة الأخيرة، تقلقوا من الإرهاب، تقلقوا من العمليات اللي صاروا، تقلقوا من عدم التوازن وعدم الاستقرار الاقتصادي السياسي والأمني. نذكر أنه راهو في نحن من 2011 إلى حد الآن 5 حكومات تداولوا على تونس، ولذلك فما عدم استقرار. مهدي جمعة مشى باش يطمئن، باش يقول لهم راهو
عندنا خريطة طريق اليوم، فما توافق اليوم، فما معناتها فولونتي باش نخرجوا من الازمه الاقتصاديه هذه. السياحه موضوع مهم باش نطرقوا له من بعد، دونك اكثر منها زياده طمعنا كو باش نجيبوا مستثمرين جدد. عطيتني بال ترانزيسيون معز، باش نمشي مع سي محمد بوعتور بعد نجي السيد العميد، وكيف كيف بس مانيش نسيك رجع لك الكلمه ان شاء الله. يحكي على التوريزم، قيمه التوريزم تقريبا. نرجع المقال ورئيس الحكومه قال وانه اذا عندنا سيكتور معناه رونتابل ايميديات، رونتابيليتي نتاعو تكون ايميديات، هو السيكتور نتاع السياحه. اثنين حكايه حتى البارح ممكن قال في طار مزحه مع امال كربول وزيرة السياحه، قال هي المسؤوله اذا خفقنا فتنتحاسب معها. نرجع لهنا الى موضوع المساءله لرضا صفر الوزير المكلف بملف الامن، وكذلك امال كربول. وفد اسرائيلي دخل سواء كان في حرق الواد او من ضمن اليهود اللي ماشيين للغريبه سي محمد بوعتور. كيفاش نرجع معك الى موضوع الارهاب؟ تقول لي انت هذوما انا سياسي ما نقولش ارهابي وغير ارهابي، في الوقت نقاو نواب معناها نحب ولا نكره فما عرقله لهذه الحكومه على خلفيته انه اسرائيليين دخلوا لتونس، وهذا التمشي كانت قالته الوزيره وحتى مصادر من وزاره الداخليه، وانه من قبل يدخلون حتى في عهد الرئيس السابق. كاينه دو بوا دو مزور، مانيش فاهمين معناها نحن الوجوه السياسيه شكون قاعد يحكم. شوف الربط هذا ملف زيارة الوفد الإسرائيلي بالإرهاب إلى غير ذلك، احنا راهو في كنت تذكر في أول مداخلتي قلت لك راهو احنا يلزمنا نشتغلوا على مفاهيم خاصة بنا وعلى رؤى خاصة بنا احنا. شوف لما انت ترجع مثلا للبتيروبار ولا لروس في 1911 ما تلقاش كلمة تيروريزم في وسطه، ما تلقاش كلمة تيروريزم. ما انت ما هذا اللفظ استحدث في اللغة الفرنسية واستعمل لمجابهة الوطنيين في المستعمرات، يلصق له تهمة الإرهابي ويفعل به ما يشاء. فهمت يعني؟ هذا لما انت تجيبه المفهوم كما هو كما بناوه في الغرب وتجيبوا لبلادك، شنو مش تعمل بيه؟ مش تعمل بيه اقتتال داخلي نوليو احنا التوانسه نتعاركوا مع بعضنا. والله سامحني نلقى روحي مضطر باش نقاطعك اكثر من مره سي محمد بوعتور. علاش؟ لانه خلينا نكونوا عمليين، باهي فما توانسه يتفرجوا فينا، خلينا نبسطوا لهم الامور. الاسرائيلي علاش قلتوا لا ما يدخلوش ما عندوش الحق؟ ما يدخلش لاني هذه قضيه اعتبروه به ارهابي وعمليه تطبيع مع اسرائيل. سمحني ارهابي ولا الاسرائيلي؟ راهو ملف الارهاب والاسرائيلي والكل كلهم راهي ترفضوا التطبيع لانه الاسرائيليين تعتبرهم ارهابيين لانهم يقتلوا في اخواننا الفلسطينيين. لا مش قضيه ارهابيين، ما نقولوش ارهابي على تونسي هز سلاح في وجه الامن التونسي، في وجه المدني التونسي، في وجه العسكري التونسي. هز سلاح في وجه تونسي ولا في وجه عسكري ولا اللي هو يا اخي لازم تنجم تعطي له الوصف الصحيح كان كلمه ارهابي. هو انسان خارج على القانون. يا سي معز سيد العميد سمح ربي، لا لا اسمح لي، اذا كان انا مش نعطيك فكره، شوف تفاعلوا معك سي، اذا مش نعطيك انا نتفاعلوا مع بعض. لا اسمع، اذا كنت تحب تتفاعل معايا كمل اسمعني، على خاطر انا باش نعطيك فكره ماهيش مطروحه في الساحه. اسمعها وفهمهم بعدين تفاعل معاها، اما ما تخلينيش نتكلم. يلا سامحني مش معقول. هذه مفاهيم قلت لك لما جات لمجتمعنا جاءت باملاءات غربيه وخدمة لأجنداتهم هما، وتخلق لنا احنا صراع اكثر. المنطقة العربية كلها مستهدفة إلى مزيد من التقسيم. شوف ايش قاعد صاير في لبنان، في سوريا، في اليمن، في معناها كلها مستهدفة وحدتنا الترابية. مواجد العرب بما فيهم نحن ما عندناش مخاخ نقتل في بعضنا وكل. فما مصالح للغرب هذاك من حقه، ونحن زاد ما نعرفوش خموا في بعضنا. شوف مؤتمر سوريا، استنى سامحني سامحني. مثلا الأخ بكري يحكي على التهريب، بكري يحكي على التهريب والإرهاب. ثم راهو حقائق تاريخيه، مثلا تعرف انت في الجنوب التونسي ولا في الحدود اللي بيناتنا بين تونس والجزائر ما كانش هي وضعها للاستعمار، وكان مرور تونس مع كامل المناطق العربيه حر، ما كناش نتعداو بالباسبور لمصر في مطلع القرن العشرين. هذا ما نحكيلكش انا على القرن الخامس عشر ولا يعني وقت اللي تشوف انت مواطن في بنقردان مجاله الحيوي شنو هو؟ بن قردان مدنين والمناطق الليبيه المتاخمه ليه،
فهمت؟ تمشي مثلا لاي مواطن في 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 حمص ولا في كانت المناطق الحدوديه ليه هي يمر فيها بدون تاشيره عبور. الفكره الاساسيه معنا سي محمد بواتور معناها وقت اللي تجيه المعاملات هذا يا سيد في محيطه اللي طبيعي ليه هو في ذهنه هي اجزاء من التراب التونسي واجزاء من التراب الليبي او اجزاء من التراب التونسي واجزاء من التراب الليبي. الجزائر هذا تسميه تهريب؟ هذا مجاله الحيوي اصلا لانه بالحق هم ناس متصاهرين مع بعضهم. لا سي محمد بعثوا مع بعضهم عائلاتهم قانون في اطار قانوني معامله تجاريه ما يدفعوش العميل ما يدفعوش العميل. انا جايك معز وسي محمد سيد العميل بسرعه وبعد سي نعمان ومعز وبعد باش نختم مع باختصار نرجع للمصطلحات. التهريب هو ادخال او اخراج بضاعه خارج القانون وخارج المعابر الديوانيه وفيها مفهوم آخر كونه الغش في البضاعة. نجيب بضاعة نوع معين ونحسبها نوع آخر ثم تهريب رؤوس الأموال. التهريب هذايا هو استنزاف للاقتصاد الوطني. ولكن نشوف المليارديرات اللي ما هيش خارج على البنك المركزي وتونس ما تحكمش فيها تشوف الهول 230% هي الحجم متاع المحاضر اللي تزادت ما بين عام الأول والسنة 230% أعداد التهريب 230%. السيارات اللي كانت تقبل كان التهريب موجود في الوقت السابق وكان عددهم معروفين وكانت يعني أباطرة متاع التهريب وناس أكد ناس اللي هم أصغار الكل اليوم هم كبروا وولوا متحكمين في اقتصاد البلاد. إذن هو ثم التجارة الموازية وثم الاقتصاد الموازي وثم التهريب. هذه ثلاثة مواضيع هامة والفهم متاعها يخلينا نعرفوا اللي اليوم ثم مس بالخزينة مس بالدعم مواد الدعم. شو هو التهريب؟ هي مواد مدعمة في تونس والجزائر وليبيا ويتم تهريبها لأنها في المجال الآخر تكون البضاعة أغلى بيسر. ثم تنسجت علاقات ولت يعني تقريب هرم كامل نوجدوا في أسفل الهرم مراقبين بعده يجوا السواق ومرافقيهم وبعد المزودين الكبار تنظيم وتنظيم يدور في فلوس كبيرة. مهم خطر في الموضوع هذا لو كان يبقى هو كان قبل في إطار السلع البسيطة يسموه التهريب المبسط وثم تو التهريب المشدد اللي فيه الأفيونات بأنواعها وفيه السلاح وهنا وين ولا خطر على الدولة وخطر على المجتمع ككل. الآثار متاع التهريب مدمرة على المستوى الاقتصادي والمستوى الاجتماعي والمستوى الثقافي والمستوى الصحي. بعض الأرقام شو يكونوا واقعين ياسين بعض الأرقام مثلا تتم الكلام سيد العميد صندوق الدعم هذا توا نحن المعضلة الكبيرة في الميزانية متاع الدولة اللي هو اللي تعاجز الميزانية متاع الدولة ولينا نحكيه حتى معناتها فما تهديدات على الشهري متاع المواطنين. علاش؟ خاطر صندوق الدعم هذا ولا معناتها الميزانية متاعه كبيرة ياسر. قداش كنا في عام 2010 950 مليون دينار ولينا 6 مليار دينار معناتها ميزانية صندوق الدعم 6 مليار دينار سي انورم. علاش؟ من أسباب التهريب. التهريب خاطر البضائع المدعمة هذه يستغلوها بعض الأطراف المهربة ويهزوها لبرا ترسلي أنا نزيد في صندوق الدعم باش ندعم بضائع أخرى ينسيت سويت ونخسر حاجة أخرى نخسر فيها نخسر في لي تاكس. فما التي في هذيك اللي ما يدفعهاش المهرب معناتها هذيك تخسرها الدولة وهذيك موارد الدولة. هذيك علاش توا لي سولد بريمير في البيجيت ديتا معناتها الميزانية نتاع الدولة ما عادش كافية لي روسيت فيسكال معناتها الموارد الجبائية ما عادش كافية باش تجابه النفقات العمومية نتاع الدولة التونسية. سي نعمان بسرعة نحب نذكر بالمثلث الخطير اللي قاعد يخرم في مش في أجيال تونس وفي اقتصاد تونس. أول حاجة التهريب متاع السلاح والإرهاب. ثاني حاجة من شيرة الأخرى التجارة الموازية. ثالث حاجة المخدرات والأفيونات. عندنا حلول لكل حاجه في التهريب الحكومه في الارهاب الحكومه قاعده تعمل في اللي لازم ويلزم المجلس الوطني التاسيسي اول ما كمل قانون الانتخابات يعدي قانون الارهاب باش يسهل لهم مهمتهم. هذه الحاجه الاولى. فيما يخص التجاره الموازيه يلزم نعملوا دي زون فرانش باش الناس نجم تصرف ونجم الناس اللي اكلي في التجاره الموازيه البسيطه ندخلوهم في التجاره العاديه. ثم فيما يخص الافيون راهو يلزمنا نحاربوا الزطله ونقضيو على الزطله ما نقضيوش على مستقبل صغارنا اللي نلقاو عنده سيجار وندخلوه عام حبس ونقضيو ونرجعوه ارهابي بعد عام. راهو هام جدا. هذايا المثلث الخطير اللي يلزم سي محمد بو عطور بعد الثواني قبل ما نختم بسرعه مع باسم شنو بالضبط تحب تضيف؟ شوف اللي نحب نقوله في المواضيع هذه في بعض ثواني انا هذاك شنو يهمني تفضل. لانه ربط الارهاب في الملفات هذه المعالجه نتاعو انا اي شخص يهز سلاح
او يستعمل العنف ما عندي ليه حتى ارهاب ولا سنوه ارهاب. شوف ما عندي ليه حتى وصف. حتى رحمه. لا مش ما نسمحش معاه اصلا. احنا نحبوا نبنيوا مجتمعنا نتعايشوا فيه الكل مع بعضنا. الله يخليك باش نفيقوا البرنامج. شنو هو توصفوا التونسي اللي هز سلاح واقتل الامني والعسكر؟ شنو نسميه؟ معناه يحب يفجر مدن واسواق وفضائيات تجاريه، شنو تسميه؟ هذا شنو طالب منك سمعان بوعطور؟ اعطيني تعريف محلي للارهاب وسميه ارهابي ما يسالش. لا سي محمد بوعطور مش نتفاهموا حتى كان نزيدوا ساعتين. لسن لا مش قضيه نتفاهموا ولا ما نتفاهموش. شوف ما عشان انا وقت سمحني نوضح لك فكره اللي روح. بكر الأخ يحكي على أنه المناطق الحدودية الغربية هي مجال حيوي للإرهاب وربطها هي بالتهميش اللي عايشته. أهل لما تشوف إنسان قبل كلمة سي محمد طول الوقت وفيها عن التعليم الأكبر الله يخليك كانت تمكن إنسان يجيك من منطقة نائية مهمشة يقرأ ياخذ دبلوم عالي ويلقى عنده وظيفة ممتازة وشخص مشكلة بتاع تمييز بين اللي في المدن والأرياف. نختم معك سي باسم سامحني سي محمد إن شاء الله مرة أخرى. أنا أقول أن التهريب هو صحيح في تجاوز معناها كبير القانون، لكن الحل كما قال سي نعمان هو في مناطق منال التبادل الحر تكون قانونية وظاهرة، لأنه فما عائلات وفما مدن يعني بأكملها على الحدود التونسية عايشة معناها من الظاهرة هذه تهريب البنزين وغيرها. إذا لابد من حل معناها أنه بديل، والحل البديل هو ما تروح ظاهر في المناطق هذه للتبادل الحر. بالنسبه للارهاب نقول اللي تونس دخلنا في مرحله ان شاء الله تكون المرحله الاخيره في محاربه الافه هذه. معركه الشعبي هي علامه مذيئه اكيد باش تبقى في السيروره نتاع الاحداث هذه. صحيح انه ربما هالجماعات هذه باش تنتقل الى مناطق قريبه الى المدن القريبه، هذا يطلب اليقظه من الناس الكل، وان شاء الله تباعا نقضيه على الجماعات. واضح. وبرب سي محمد بوعتو تفضل. شوف في الفتره اللي الدوله فيها مفكه بعد الثوره يعني سمى انفلات امني، الامنيين غادروا لي بوست نتاعهم وغيره، كنا فيها اكثر تنظيما في الشارع في معاملاتنا مع بعضنا، تعاطفنا حتى مع اخواننا اللي جاونا من ليبيا. لا سمحني والدوله وقت ضعيفه. اليوم وقت اللي ترجع للدوله اللي هي واضح سي محمد تعاود تفك المجال تلقى روحك تعيش المشاكل. سي محمد بوعطور تسال انت على الاقل شنو القضايا اللي خاطرها. سي محمد بوعطور سي محمد بوعطور جيب حذانا مرحبا بك. جيب حذانا مرحبا بك. سامحوني سي نعمان ومعز جيب حذانا مرحبا بك. تعبر على رايك كما انت تحب وحر في انك تتبنى اي موقف او اي راي. لهنا ضيوف نتاعي زاد عندهم الحق باش يعبروا على ارائهم. راهو كان كل ضيف زاد يجيني انا ولا غيري من البلاتوات شكون يخالفوا الراي يقول انا ما عادش نجي راهو ما عادش هكاك لا نلقاو اعلام ولا ضيوف. بالطبيعه وقت احنا قاعدين نبنيو مع بعضنا سي محمد. نعطي لك فكره وما تخلينيش نكملها. نتفاعلوا معك الاكثر ولا اقل سي محمد بوعطور. نحبك تزيد تحضر معنا وتعبر على المواقف نتاعك وما نحبكش تتغشش ميساج حتى لو كان خديت شويه في خاطرك منا. على كل نحن قاعدين نبنيو مع بعضنا راهو في تونس كيما نحبوها الناس الكل على اختلافنا. موعد الاخبار يستنى فيكم الساعه نتاع الليل ان شاء الله. عندنا موعد جديد مع برنامجنا 90 دقيقه موضوعنا باش يكون مشروع القانون الانتخابي. نتقابلوا ان شاء الله الساعه نتاع الليل.